رجعنا لكم مرة تانية مع نجوم الكرة الطايرة، نجوم على الطريق لدخول لنجمات النادي الأهلي. عملوا بطولة قوية جدا 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 في كينيا في بطولة ناشئات تحت 20 سنة. معانا كباتن هنعرفهم هناخدهم كده من مين. معانا كتير، معانا فقرتين النهاردة، أربعة دلوقتي، اتنين كمان شوية، يعني هنشوف الأمور شكلها إزاي. معانا كابتن هدير يسري، مظبوط؟ مساء الخير كابتن هدير. مساء النور يا كابتن نور إيهاب. مساء النور. مساء النور يا كابتن ندى وليد. مساء النور. كابتن ايات ياسين. مساء النور. مساء النور عليكم. وعايزين نبدا ونقول، لا بلاش انت ابدا الناحيه دي، قولي لي يا ندى ايه البطوله؟ وصلنا بالظبط. اتفضلي. البطوله كانت تصفيات لكاس العالم، يعني اللي بياخده من الاول والثاني بيروح كاس عالم. البطوله كانت تعتبر كانت اصعب بطوله في السن دوت، لان هي كانت اكتر بطوله فيها فرق كتير قوي. كانت اول بطوله افريقيا تعمل فيها فرق كتير، فهي كانت بطوله صعبه قوي بالنسبه لنا، بس الحمد لله ان احنا حققنا يعني فيها اول. حققت فيها اول. الحمد لله. نور قولي لي بدانا ازاي نروح لملعب كره الكره الطايره قبل ما نروح بقى بطوله افريقيا وكده؟ عايزين نعرف التاريخ الاولاني. اتفضلي. انا كنت معجبه باللعبه جدا، غير ان بابا كمان كان مدرب، فكنت معجبه جدا باللعبه. باللعبه. تمام. فده اللي ده وداكي ملعب الطايره؟ يعني مش بابا اللي وداكي ملعب الطايره؟ إيه لا، انا شفت بابا بيمرنها عجبتني فدخلت لها. بسبب تمرين بابا فانت عجبك الطايره؟ بس ايات ياسين عندها اختلاف. بابا ايه؟ بابا صاحبي. قوليلي كابتن ياسين، قولي لي يا كابتن ايات، رحتي ملعب الطايره ازاي؟ يعني هو عشان بابايا طبعا اولا، وثانيا عشان اختي كمان. هي اختي كانت يعني في اولها ما كانتش كويسه، بس يعني كانت حاطه قدامها هدف دايما وبس يعني. ومامتي كمان كانت لعيبه، فبالنسبه لنا الرياضه كانت حاجه مهمه. سؤال بجد، هو لازم بابا لو اداكي ملعب الطايره كنت ممكن تروحي ملعب تاني؟ لا انا كان ممكن ابقى العب هاندبول، بس احنا يعني حبينا بولي اكتر. ليه الهاندبول؟ بلاش كويسه وبطله و100 100. هدير احكي لنا، البطوله دي بتاهل لكاس العالم، ودي اول مره توصلوا كاس عالم ولا وصلنا قبل كده؟ واحنا وصلنا قبل كده، بس هي يعني اتلغت. واحنا المفروض كنا نروحها، بس هم كان في حصلت مشاكل وما رحناهاش، بس احنا ان شاء الله نروح كاس العالم الجاي. قولي لي ايه اصعب مباراه قابلتك في البطوله دي؟ كانت مباراه، هو عشان كنا في الاول ما كناش موفقين قوي، كنا لسه في الاول ورهب البطوله وكده. بس هي كانت رواندا اللي هو الفاينل. الفاينل. كان في جمهور كتير؟ لا مش قوي برضه، مش كتير. ندى هدير بتقولي ما كناش موفقين في الاول، كاسبين كل ماتشاتكم 3-0 ما عدا ماتش واحد كسبتوا شوط واحد، ازاي يحكي لي؟ هو قصدناه يعني، بس ما كانش مستوانا، احنا كنا ممكن نعمل مستوى احسن من كده كمان. بس انا مش معاها في ماتش رواندا. انا كان بالنسبه لي اصعب ماتش ماتش الكونغو. ماتش الكونغو الاول ليه؟ اشمعنى؟ هو كان ماشيين معانا على طول، هم ليدنج بعد كده هنجيبهم، لكن ماتش رواندا شويه كانوا بيسيبونا يعني. كنا بنعرف نعمل ليدنج عليهم، لكن ماتش الكونغو كان دايما هم ليدنج معاهم. بس قولي لي انت اصغر لعيبه موجوده في المنتخب ده صح؟ كام سنه؟ 14. تدرس ايه؟ بدرس عادي ثالثه اعدادي. مش مشكله يعني، انا عارف ثالثه اعدادي كلهم سوا وكلهم في جامعه. ثالثه اعدادي، قولي لي ايه شعورك ان انت تكوني اصغر لعيبه وتلعبي مع منتخب اكبر منك تقريبا اربع خمس سنين؟ ايه شعورك؟ يعني احكي لنا، لازم تقولي للناس وتوصلي لهم المعلومه دي، ازاي قدرنا نلعب مع فرقه اكبر مننا اربع سنين؟ هو يعني هو في الاول ما كانش سهل ان انا اندمج معاهم، يعني ما كانش ينفع ان انا اهزر معاهم الهزار العادي وكده، كان لازم في حدود. لا مش للدرجه. طيب ماشي خلاص. مش للدرجه. هو الفيرست تيم بس يعني. تمام. ويعني هم ماشي، هم كانوا يعني اكتر ناس ممكن يعني يعاملوني حلو وكده. عادي يعني، كنت لازم اندمج مع اي فرقه عشان نعرف نلعب كويس. فبس هم كانوا عاملوني كمان حلو، واحنا كنا ندمج مع بعض، كنا نهزر مع بعض، فبدات شويه شويه ان انا اندمج معاهم. بس هو الموضوع دايما صعب في الاول. بس الموضوع صعب في الاول. نور، وجود لعيبه صغيره اربع سنين خمس سنين، فكر مختلف، وضع مختلف، قولي لي ازاي دخلت واحده صغيره في وسط الفرقه كده؟ احنا قعدنا نتعامل معاها كتير طبعا، ودخلناها معانا يعني، قعدنا نتكلم معاها وكده عشان تدخل معانا، عشان ما كانش ينفع تبقى بعيده عننا طبعا. محتاجينها ما دام الفرقه محتاجاها، لازم تكون كلها بعض. قولي لي المنافسه كانت على كام فرقه؟ انا اول مره ان كان في تسع منتخبات موجوده جوه البطوله دي. المنتخبات دي كانت اخر بطوله منتخبين، والمره دي تسع منتخبات. قولي لنا ايه المنتخبات اللي لعبتوا، احكي لنا تاريخ البطوله كده ماتش ماتش، يعني احكي مع بعض كلنا ماتش ماتش. نبدا باول ماتش، لعبنا مين؟ اوغندا. كان ماتش برده مش صعب. رواندا. تمام. اوغندا سوري، صلحي لي انا دلوقتي. صلحي لي. الماتش ما كانش صعب قوي برضو، والحمد لله يعني كسبنا، كنا موافقين في الماتش ده يعني. كنا موافقين في اول ماتش. تاني ماتش كونغو. هو تاني ماتش بقى كان الكونغو. شفتي نصيبي جه على ايه؟ هو الماتش القوي. قولي لي. هو كان تاني ماتش كونغو، كانوا هم اصلا اطوالهم طوال قوي عننا، ويعني حتى هم فرقه كانت فرقه يعني كانت كويسه يعني، بس كانت صعبه، بس الحمد لله ان احنا عديناهم يعني.
عدينا الكونغو. طب ايه كانت مشكله الفرقه يعني ايه جوه الملعب كتكنيك جوه الملعب بيحصل؟ عندهم ضريبه جامده، عندهم بلوك جامد، عندهم سنتر بلوك قوي، يعني عندهم ايه كان مشاكل فرقه الكونغو معاكي؟ اصعب حاجه ان بلوكهم كان جامد قوي، البلوك بتاعتهم كان جامد جدا، كان عادي قوي. هدير انت سامع بعض؟ لا انا اوبزيت. الاوبزيت اللي هو زي كابتن احمد صلاح كده صح؟ مظبوط. شفت انا عارف ازاي. الحمد لله. قولي لي الماتش الثالث عملتوا ايه؟ احنا كنا بنلعب رواندا صح؟ كنا بنلعب رواندا. احنا ابتدينا على المستوى التدريجي. احنا في الاول يعني رواندا لعبنا احسن من اوغندا والكونغو، فاحنا الحمد لله كسبناهم 3-0 3-1. ده ماتش رواندا اللي هو 3-1. تمام. وكملنا ولعبناهم في الفاينل، كنا حافظينهم اكتر طبعا في الفاينل، فكان ماتش الفاينل كان اسهل من الماتش اللي قبليه. احنا لعبناهم مرتين. قولي لي هدير، كان في جماهير هناك بتحضر المباريات؟ كان في بس هو مش مالين الملعب يعني، بس كان في بيعملوا برضه حس البطوله يعني. قولي لي رابع ماتش وصلنا فين؟ ده رواندا. لا ده انتوا عارفين، مش انا مش فاكره. لا مش فاكره ايه؟ ايه؟ رابع ماتش نيجيريا غالبا. نيجيريا تمام. هي نيجيريا اصلا يعني هي كانت داخله خايفه منا، فيعني هي ادتنا فرصه ان احنا كمان نكسب، غير ان احنا كنا ضاغطين عليها. فيعني الحمد لله الماتش كان حلو، يعني اول جيم 25-7، فالماتش كان حلو قوي يعني. دي بدايه الجيم اللي هو 25-7. الفرقه هتاخد بتريح قدامك. يعني لما تلاقي ان انت هي خسر جامد قوي بتريح على طول. فالجيم الثاني والجيم الثالث كان اسهل شويه. الجيم الثاني 25-11 25-8 او حاجه كده. 25-8. نور قولي لي كده اربع ماتشات لعبناهم، قولي لي كنت حاسه ان انت هتوصلي وتكسبي؟ بصراحه. بس انا اقول لك، انا كنت عارف ان انتوا لا ما كنتوش حاسين بده. انا بقول لك بصراحه. قولي لي كنت حاسه بايه؟ احنا حاسه طبعا في الاول يعني كنا خايفين قوي وكده، بس نعدي ماتش والتاني ان احنا بنكسب، فطبعا حسينا يعني ارتحنا شويه. لغايه لما وصلنا. يعني انت شايفه ان انت كان الاول البطوله كنت حاسه بده، ولا في جوه البطوله بدا يحس الشعور يجي لك ان انت الكيرف طالع للفرقه وان شاء الله نكسب؟ البطوله الاول. يعني مش بدايه البطوله، مش قبل البطوله. لا. قولي لي هدير، كان في كباتن دانا ونور ياسين. اعتقد نور ياسين كابتن الفرقه، اخت ايات. مظبوط. تمام. ما شاء الله عليهم، كانوا مؤثرين في الفرقه يعني. وحصل اصابه قبل البطوله. وسمعت بكلام بصراحه ان كان عندكم الاهداف كان يعني 2 اصابات، في مشكله حاجه وحشه بالظبط. احكي لنا ايه اللي حصل. هو في الاول احنا ما كناش مصدقين اصلا ان هم 2 في الفرقه يقعوا كده مره واحده. بس احنا برضو حاولنا ان احنا البديل اللي بره يعني يقف مكانهم، وعملوا زيهم واكتر كمان. والحمد لله عدينا وكل حاجه. يعني رايك ان انت كان الناس البديله او الفرقه كلها قعدتوا مع بعض واتكلمتوا وقلتوا لازم احنا نتصفيق. حاولنا نجمع الفرقه كمان ونقوم مع بعض لحد الحمد لله ما كملنا. قولي لي ايات، ما لقيتيش نور فجاه جوه الملعب، ايه اللي حصل؟ لا هو كان شعور وحش قوي الصراحه. ازاي كانت دايما هي يعني تسمي جوه الملعب وانت بتلعبي؟ كانت هي بتلعب في الناحيه الثانيه، فتلعب تشوط كوره ما عرفتش تعمل بالانس وهي نازله، فبس فيعني كنت يعني اكتر حاجه مرعبه يعني ان هي دايما كانت بتسندني في الملعب، واللي هو ما تخافيش العبي زي ما انت عايزه ما فيش حاجه هتحصل. فيعني هي لما راحت ما بقاش في حس في الملعب قوي خالص. هي بتعمل حس برضه في الملعب قوي يعني قوي قوي. بابا وماما تاثيرهم ايه عليك؟ لا هو كبير طبعا قوي، غير ان هم يعني كانوا لعيبه يعني كبار وكده، فهم كانوا طبعا حاجه معروفه جدا، فهم كانوا مساعديني قوي يعني ان انا العب وادي، ودايما كانوا بيشجعوني قوي ان انا اطلع كل اللي عندي حتى لو الماتش كان سهل، فهم كان طبعا تشجيعهم كان كبير قوي يعني. بكلمك بصراحه، المدرب بيقول لك اعملي حاجه، بابا وماما ده بابا معك. لا بابا لا عادي، المدرب قال لي كده اعملي كده. يعني عارفه اولياء الامور اللي هم كل حاجه عارفينها، المشكله عندك 2 عارفين. يعني بيت واحد 2 عارفين. لا كانوا عادي يعني، كانوا متفرحين قوي يعني. في اي ماتش بتلعبيه ما بيبقاش عليكي بوش او ستريس من ماما او بابا بيقول لك اعملي حاجه دي عملتي غلط؟ لا هو طبعا بعد الماتش يقعدوا انت غلطتي في كذا وكذا وكذا، يقعدوا بقى قاعدين اجتماع غلطتي في ايه يعني في اجتماع عائلي بيحصل برضه. مش عارف هي مشكله كبيره برضه. نور قولي لي مشكله نور برضه، بابا مدرب وقصه وهنقعد اجتماعات برضه قولي لنا. بتبقى برضه كده اجتماع. طب قولي لي هتطلعي ولادك او بناتك هيلعبوا رياضه ولا لا؟ لا صح؟ لا هو عشان اجتماع. لا قولي لي هدير ما عندكيش اجتماعات انت كمان؟ هو اجتماعي بيبقى مع اخويا. اخوكي طايره برضه؟ اه. طب قولي لنا بيلعب في ايه بالظبط؟ في كام سنه؟ هو فارست دلوقتي. فارست ما شاء الله. مين؟ هشام يوسف. هشام يوسف ما شاء الله. ده لعيب ده طيران.
صح؟ من احسن ضريف في العالم؟ اه ما شاء الله ما شاء الله. طب انت طالعه زيي ولا ايه؟ الحمد لله يا ابني. طب قول لنا هشام بيقول لك ايه؟ هو كان بيفضل يعني هو بيشوف انا بعمل ايه ويقول لي غلط وده صح المفروض تعملي كده، المفروض تنطي اكتر، شوفي البروك رايح فين، تنطي عكس. يعني بتقعدي تتفرجي على ماتشاتك مره ثانيه انت وهو مع بعض؟ لا يعني هو بيجي يتفرج على ماتشاتي ويجي يقول لي انت عملت ايه وما عملتش ايه. اه مهم بالنسبه لك الكلام ده دي؟ اه طبعا. بره المدرب بتشوفي ان في رؤيه ثانيه مختلفه عن المدرب؟ اه. لو كلامه عكس المدرب هتعملي ايه؟ هتمشي على كلام اخوكي صح؟ عشان مش على كلامي انا. خايفه تعالي بقى، انت الحكايه كبيره، بابا ضابط جيش صح؟ وماما لعيبه وبابا لعيب صح؟ اه. طب ايه انت اجتماع عالمي؟ لا اجتماع جامد قوي. اجتماع جامد برضه بتعملي برضه اجتماع في البيت وكده ونور؟ اه طبعا. لا طبعا بولي. ونور كمان يعني نور ممكن تكون على اهدى ونور كمان، ونور كمان بتتكلم صح؟ اه يعني ماما بابا نور. اه طب قول لنا الاجتماع الجامد ده يعني هو دادي، دادي لما بيجي يقول لي حاجه في الملعب بعملها، هو مش بسمع كلامه. ازاي؟ يعني عشان هو طبعا خبره اكتر. اه طبعا. فانا طبعا بسمع كلامه. ومامي اصلا كانت هاندبول، فيعني هي مش فاهمه فولي قوي، بس هي بس بالخبره بقت تفهم. بقت فولي. اه بقت فولي خلاص. يقعدوا يومين يقوموا قايلين الكلام. فهي بقت يعني تفهم كلامه، بقت تقول لي مش عارفه اعمل ايه وكده. فنور طبعا هي عارفه ايه اللي بيحصل في الملعب، فعارفه انا بحس بايه وكده، فهي اقرب واحده تفهمني يعني. نور. اه يعني اجتماع مع نور هو اهم اجتماع عندك في الاسره. اه يعني اجتماع بابا يكون شد شويه. القصه دي كلها. طب قول لنا المرحله الجايه، يعني احنا دلوقتي 20 سنه وصلنا كاس العالم، هنعمل ايه في كاس العالم يا ندى؟ قولي لي. نور 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 معلش يعني اعذروني بس ما فيش مشكله، قولي لي يا نور. احنا هنعمل اللي احنا نقدر عليه وان شاء الله نحقق حاجه. شايفه كاس العالم ازاي؟ حاجه كبيره طبعا. يعني ايه كبيره؟ احنا افريقيا وثمان فرق وكسبنا. طب كاس العالم اللي جاي هنعمل ايه؟ يعني عايزين البنات عندنا تطلع تكسب كاس العالم كده مره، ايه رايك؟ ان شاء الله. ما هو ان شاء الله حاجه والتدريب حاجه ثانيه. صعب كاس العالم؟ اه اكيد. دي رهبه. اه ندى دي رهبه؟ اه طبعا دي رهبه، ان الفرق كلها تبقى اصلا معديانا بكتير قوي، احنا قليل قوي بنلاقي فرقه اصلا يعني نفس مستوانا، فرقه بتبقى معديه قوي بره. معديه. يعني مع لو سافرنا بالطموح ده اعتقد هيبقى حاجه مختلفه. يعني لازم نسافر بطموح يعني نقدر نعمل حاجه. احنا بنحاول. ما هو نحاول حاجه. بصي هقول لك حاجه، من يعني وانا في الملعب لو انا حاولت حاجه ولو انا اجتهدت وزودت ودوست حاجه ثانيه فلازم ندوس. يعني هنعمل ايه؟ ما عندناش حلول. امكانيات بلد وامكانيات هي امكانيات بالشكل ده، فلازم ندوس. احنا بيكون عندنا حته روح وحماس. بتلعبي روح؟ اه اكيد. روحك عاليه. الروح هي اللي بتكسب اصلا. هي اللي بتكسبك. اه طبعا. هدير مين اللي بيلعب روح جامد؟ شكلك انت ايه؟ انا بفضل اضحك في الملعب. يعني بتضحكي في عز الازمات بتضحكي وقصه. طب قولي لي اصعب المواقف اللي انت كنت بتضحكي فيها، يعني ماتش وبتلعبيه وكان اصعب حتى لو ما كانش بطوله افريقيا. ايه بقى؟ هو انا اصلا مش بزعل على ماتشاتي، يعني انا مش يعني لما ماتش يبقى جامد ما بحاولش اقفل نفسي، بحاول اضحك عشان هم، انا بحاول اضحكهم برضو. فانت كده هتخسري. انت كده بتبوظي الفرقه. وهو الكابتن بيفضل يقول لي رمي نفسك وما بقدرش. مش قادره يعني على الهوا كده تقول له بقى يبعد عنك، سيبك حاجه الفرقه تضحكني صح؟ قولي لي ايات الضحك قبل الماتشات حاجه مفيده ولا الالتزام والتركيز والقصه دي؟ شايفاها من وجهه نظرك ازاي؟ لا انا يعني انا بايد وجهه هدير يعني. تمام. هو ماشي احنا لازم لو ماتش جامد وكده ماشي لازم نركز ومش عارف ايه، بس في نفس الوقت ما نشدش على نفسنا قوي، لان التركيز زياده عن اللزوم بيخلينا نغلط اكتر. تمام. فيعني هو لازم نفرفش شويه يعني. لازم نفرفش شويه. طب ايه؟ قولي لي يا ندى. يا نور معلش انا بطلع خلاص، هي هي جت معاك كده. قولي لي يا نور، الالتزام والانضباط وتوفيق بين الدراسه وبين الرياضه ازاي؟ هي طبعا حاجه صعبه قوي بس. سؤال صعب؟ سؤال صعب ليه؟ اكيد بتدرسي ولا بتدرسي ايه؟ اولى ثانوي. اولى ثانوي كويس. قولي لي موافقه ازاي بين الدراسه وبين الرياضه؟ احنا طبعا الصبح بنروح المدرسه. كويس. بنرجع من المدرسه نذاكر شويه وننزل على ميعاد التمرين، نرجع بالليل ننام بقى عشان نصحى المدرسه تاني يوم. قولي لي يومك، يومك بيفضل ماشي على طول سيكونس كده يعني؟ مدرسه تدريب نوم، مدرسه تدريب نوم. اه. حياه صعبه؟ لا انا اتعودت عليها ومبسوطه. ما عنديش مشاكل؟ اه خالص. لو غيرتها مش مش هبقى مبسوطه. ندى قولي لي، ما بتجيش مره كده تقولي نفسي اخرج مع اصحابي في المدرسه؟ اكيد. اصلا يعني انت ما فيش صح؟ دراسه يعني دراسه ايه ثانويه بالنسبه لك؟ انا كنت داخله اولى جامعه. لا مش قصدي يعني الدراسه بالنسبه لك حاجه ثانويه مش اساسيه يعني. الرياضه نمبر 1 في حياتك، هي دي اهم عندك؟ اه الصراحه. اصل يعني
الفولي بيبقى حاجه شايفه ان هي حاجه اهم شويه، الدراسه بقت دلوقتي بتمشي يعني داخله اولى جامعه عادي، عديت من ثانويه عامه ما قلتش حاجه. يعني انت شايفه ان الاحتراف الرياضي بالنسبه لك هو اهم؟ اهم طبعا. ممكن تحترفي بره مصر؟ يعني بحاول بس هي لا انا ما فكرتش فيها الصراحه. ليه؟ مش عارف. كل الناس محترفه في العالم، كل الناس محترفه ولازم عندنا احترافات بنات، اعتقد هتفرق معانا كتير في المنتخبات بعد كده. بس بيبقى قليل قوي لما يعني حد من مصر بيحترف بره، عشان ما حدش فكر فيها ولا ايه؟ هديك ايه رايك؟ والله انا نفسي احترف، بس انا الاول بشوف نفسي ادرس بره، يعني الاثنين مع بعض. انت في سنه كام اولى؟ ثانويه عامه. ثانويه عامه كويس قوي، يعني السنه دي ثانويه عامه، السنه الجايه جامعه. لو جالك حاجه دراسه ولعب بره هتسافري؟ طبعا على طول. مش هتقدر اي حد؟ هم عايزين. مش هيحصل؟ لا هم عايزين جدا. هشام هيسافرك؟ هشام بيعطيك جرعه احتراف كتير صح؟ بس هو عشان الكليه مستني يخلص كليته ويسافر. لكن انت عايزه الدراسه مع مع الرياضه يعني. اصغر لعيبه في مصر. ايه رايك في الاحتراف؟ والله بفكر فيه دايما، يعني ان انا ادرس واحترف بره برضه. يعني هي لازم دراسه مع احتراف. لان انا يعني الشغل بره هيكون احسن اكيد، يعني امكانيات هتكون احسن. ندى قالت ايه؟ قالت لك انا دراسه ما فيش، انا احتراف. مع وجهه النظر دي ولا وجهه نظر؟ لا والله يعني هو دايما باباي مع ومامتي مع وجهه نظر اللي هو الدراسه اهم ومش عارف ايه، فانا يعني بقيت احط الفكره دي في دماغي شويه. الدراسه اهم. لان انا كده كده ممكن حاجه تحصل تخليني اتصاب بقى بطل فولي او حاجه. ممكن، بس ممكن اعتقد الدراسه دي ممكن اعملها في اي وقت. لكن الرياضه ليكي عمر وليكي سن وليكي وقت تلعبيه في الملاعب 10 15 20 سنه ما شاء الله ربنا يديك الصحه والعمر. لكن هي القصه كلها ان برضو ان انا مع وجهه نظر ندى، يعني احتراف ده حاجه مهمه في الرياضه. ما انا ممكن احترف وادرس. تقدري تحترفي وتدرسي ان شاء الله. نور اهو شفتي قلت الاسم مؤذي صح. نور قولي لي يا نور مع اي وجهه نظر؟ وجهه نظر ندى. مع وجهه نظر ندى. هتروحوا؟ وبابا لو اعترض؟ انا بابا مش معترض، هو كان مفكر معايا قبل كده. هتسافري لوحدك؟ لا هو كان عايز ماما تروح معايا. انت عندك اخوات؟ كام؟ مين؟ اختي عندها 14 سنه. كويس. اصغر اخويا سنه، عنده سنه. اخوكي عنده سنه؟ وما هتسيب السنه وتسافر؟ ما اعرفش ولا هيروحوا معاك كلهم؟ كان قبله مع اخويا تويلر يعني. بصوا عايز اقول لكم حاجه، انا مبسوط باللقاء معاك بجد. فعايز اخد منكم كلام كده سريع. كويس؟ هقول سؤال وهنرد عليه كلنا يعني ورا بعض، ماشي؟ هدي قولي لي النادي الاهلي بيمثل لك ايه؟ هو كل حاجه. انا ما اعرفش العب اسامي من غير ما اعرفش العب في نادي تاني غير الاهلي. ما تقدريش؟ لا. حتى لو انت كبرتي وكان عندك عقود واحتراف و و الكلام ده ممكن يروح، بس مش هيبقى ليا نفسي العب كده. يعني الاهلي هو كل حاجه. الاهلي؟ لا الاهلي طبعا. الاهلي طبعا. وليه جمهور النادي بيمثل ايه؟ كل حاجه طبعا. كل حاجه بالنسبه لك. قولي لو دخلنا ملعب الفولي ولقينا فيه 10,000 متفرج، ايه اللي هتعملي؟ طبعا حاجه كويسه جدا، بادي كل اللي انا يعني بعمل كل اللي انا اقدر عليه. بيديكي حافز زياده؟ طبعا. تقولي ايه بابا وماما؟ بابا وماما يعني كابتن وليد. قولي له وخليكي صريحه ويلا. لا والله بشكرهم على كل حاجه بيت. يعني شكرا واحد بيتسمع كلامك. مش هدخلوهم. لا بشكرهم بجد على كل حاجه عملوها، يعني انا ما كنتش هبقى اي حاجه يعني كنتش هوصل اللي انا وصلت فيه ده غير بسببهم بجد. هم يعني بشكرهم يعني على كل حاجه. تشكريهم؟ طبعا. بتقولي للست العم قولي لي؟ لا بصراحه يعني هو عمل لي حاجه كتير قوي في حياتي، هو ومامتي واختي واخويا كمان. يعني انا فعلا من غيره ما كنتش هبقى حاجه، من غير نصايح بابايا ومامتي ما كنتش هبقى حاجه، من غير ان اختي تسندني وكده ما كنتش هبقى حاجه. يعني انا ما كنتش احتمال ما كنتش اخش المنتخب ده بس لولا ان بابايا مسكني ودربني ومامتي تديني نصايح. بس واختي بس بابا دربني؟ دربني بابا بقعد بجزدارة وماله بالتدريب. دربني وكده، فاختي سندتني في التمرين كمان. وانا كنت بخاف اصلا العب يعني مع فريق كبير، ما كنتش بعرف اندمج معاه. ايه الامور دلوقتي على يعني ان شاء الله تقوم بالسلامه وتبقى احسن من الاول بكتير يعني، وبحبها جدا. بحبيها جدا. عايز تقولي حاجه؟ لا تمام الحمد لله. احساسي عايز تقولي حاجه؟ اسمعي كلامي. الحمد لله اتعشت كده. عايز تقولي لهشام ليه هشام؟ والله هو ليه جزء كبير ان انا كملت فولي اساسا. يعني هو يعني انا ساعات ببقى قفلت من التمرين خالص، بيقول لي لا لازم تروحي عشان لما تكبري وتلاقي حاجه تسندي عليها وتطلعي تكتك فيها. كل الحاجات دي. هدير، نور، ندى، ايه بشكركم بجد، كنت مبسوط جدا ان انتم معايا النهارده. ربنا يوفقكم، اتمنى استقبلكم يا ندى كلام هو واضح بعد كاس العالم. نعمل حاجه كويسه، نعمل حاجه كويسه للنادي كويس، وان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه تكونوا كده نجمات كبار. بس برضه جولنا يعني ما تكونوا نجمات كبار تقولنا. خليكم معانا وانتظروا نجمتين تانيين جوه سهيله وميار هينضموا لينا،
بنشكر كل اللي كانوا موجودين، كل الكباتن، وان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه هيشرفونا زي ما هم شرفونا في كينيا وكسبوا بطوله افريقيا، باذن الله هيشرفونا في كاس عالم. عندهم حماس، عندهم روح، باذن الله نجمات على الطريق. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. رجعت لنا مره ثانيه واستكمالا لكباتن والنجوم عندنا، دخلنا الضيفين الكبار والكباتن بتوعنا. ميار خليفه اهلا بك. اهلا بحضرتك. سهيله وفيق اهلا بك. اهلا بحضرتك. سهيله قولي لي ايه البطوله؟ كينيا 9 ماتشات ولا 8 ماتشات؟ هما كانوا 9 فرق. 9 فرق. تمام. 6 ماتشات. تمام. قولي لي وصلنا ايه الفاينل وايه اللي حصل بالظبط؟ البطوله كانت صعبه، ما كانتش سهله خالص. ليه؟ اول مره بتبقى 9 فرق، وتقريبا كل سنه كانت بتبقى فرقتين او 3. السنه اللي فاتت كانت فرقه واحده هنا في مصر. احنا استعدنا لها يعني يمكن مش قوي زي ما كنا متوقعين، عشان كنا تقريبا كنا خارجين من ثانويه عامه، بس يعني عملنا اقصى ما كنا نقدر نفعله يعني. انت شايفه ان الاستعداد كان قليل؟ الوقت كان قليل مثلا؟ الوقت كان قليل قوي بالنسبه احنا راجعين من ثانويه عامه تقريبا 1/7، واحنا مسافرين في نص 8 تقريبا. حاجه كده يعني. فكان شهر ونص بس. شهر ونص. شهر ونص قعدتوا تتمرنوا الصبح وظهر هو الموضوع ما خدوش اي معسكر اعداد خارجي؟ لا خارجي لا، خدنا داخلي يعني. داخلي. قعدتي شهر ونص جوه المعسكر وسافرتوا على تقريبا كان نص شهر كان المعسكر وشهر بنتمرن بره. بالظبط. رايح جاي. بالظبط. قولي لي يا ميار، ايوه اصعب ماتشات في البطوله؟ كونغو. الكونغو طبعا. ايش معنى؟ هما اصعب ماتش عشان هما فعلا كانوا ليدنج علينا طول الماتش، يعني كنا بنجري وراهم طول الماتش. الجيمات كلها كانت مقفوله. كله 25 23. بس هو كان اصعب ماتش بالنسبه لنا. شايفه ان كان لعيبه الكونغو ايه فرقها، او لعيبات الكونغو ايه فرقها عن اي منتخب تاني بيلعبوه؟ هو اصلا الفرق الافريقيه ما عندهمش سيستم عامه في اللعب، بيلعبوا بعشوائيه شويه. كونغو كان عندهم سيستم الى حد ما، واقفين صح. اطوالهم عاليه جدا ما شاء الله. اقوياء. بس ده الفرق، القوة الجسمانية، السنتر بلوك عندهم اعتقد قوي. صح؟ والسيستم بتاعهم. وليه ضربنا سيستم زي في ماتش كونغو؟ والله احنا تقريبا كان معانا معي سكاوتنج، دي كانت بتحضر لنا يعني قبل اي ماتش احنا المفروض هنعمل ايه في الماتش، وهنمسك مين مثلا، مين هيبقى المان بتاعها وكده. كان دايما بيبقى في محاضره يعني قبل الماتش، فاحنا كنا داخلين شويه عارفينهم، او تقريبا 50 او 60% عارفينهم. جوه الماتش بقى ممكن تكون في حاجات جديده بتظهر يعني، بس بتبقى 50% احنا عارفينهم. بس فعلا كانوا جامدين يعني. كانوا فرقه جامده. كان ممكن ما تعدوش الماتش ده؟ لا كنا هنعديه، بس كان هيبقى يعني شويه صعب. الموضوع كان هيبقى شويه صعب. الموضوع صعب. شويه صعب. عدم وجود دانا وعدم وجود نور ياسين كان فارق معاكم؟ طبعا يفرق معاكم. طبعا نفسيا حتى. نفسيا. قولي لي يا ميار ايه اللي حصل؟ انا عرفت ان انتوا لما حصلت المشكله دي، سمعت والله اعلم والكلام ده لو صح قولي لي، ان الفرقه حصل فيها خلل شويه. دروب كبير قوي. دروب كبير طبعا، عشان كمان الاثنين جم اسبوعين يعني نفس الاسبوع ورا بعض على طول. ف فرقة طبعا احباط طبعا، كله خايف بقى البطوله قربت، كله خايف على نفسه يحصل له حاجه، عشان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. بس فحسيته انه ممكن يحصل حاجات تانية. قلنا في تالت في رابع. قولي لي النقطه دي خرجنا منها ازاي كمنتخب؟ لا هي يعني بنتكلم مع بعض بقى طبعا، مع الكابتن دايما بيتكلم معانا ان مفيش حاجه وتمام. بيحاول ينسينا الى حد ما في التمرين يعني، واحده واحده كده. بس طبعا اول اسبوع بعد الاصابتين دول كان رعب يعني. التمرين كان تعتبر تمرين نازل بالنسبه لي. بالظبط. يعني البنات قالوا ايه لبعض؟ نتكلم مع بعض يعني ان خلاص احنا اتحطينا تحت الموقف، يعني احنا لازم نشيل المسؤوليه. هم كانوا اهم اثنين طبعا في الفرقه. اتحطينا تحت المسؤوليه ان احنا ضغط يعني، لازم خلاص لازم نعدي الموضوع ده. ما ينفعش خلاص نفضل واقفين في بوينت ان احنا خايفين او ان في حد هيتصاب او كده، خلاص لازم نعدي. كل حاجه بتاعت ربنا يعني. بس وعدت الحمد لله. وعدت. سهيله قولي لي، يعني لازم نقول للناس، دخلتي ازاي ملعب كره طايره؟ وصلتي ازاي ملعب كره طايره؟ انا كان عمي مدرب فولي. كويس قوي. وهو اللي قال لبابا يعني، هي انا كنت شعنونه قوي وانا صغيره يعني، فقال له طلع طاقتها يعني. طلع طاقتها يعني في الموضوع دوت. كويس. فلما رحت عجبني الموضوع قوي، وبعدين بقى دخلته وكملتي. انا بسال السؤال ده عشان اقول لناس، انت دخلتي ملعب الفولي وبعد كده النهارده انت في جامعه امريكيه ورياضه بالزبط. ومنتخب ونادي وعندك طموح. قولي لي ازاي بنوفق بين الكلام ده كده؟ بتعب جدا طبعا يعني، ساعات كتير مبقاش فيه نوم، وساعات كتير بيبقى فيه ضغط ان انت محتاج مثلا تسلم حاجات في الجامعه وتسلم حاجات. كنت ثانويه عامه السنه اللي فاتت كمان، كنت علمي رياضه، فكان الموضوع شويه صعب قوي.
فكان في ايام كتير ما كنتش بنام فعلا. قولي لي ازاي الجامعه الامريكيه انت فيها بتوفقي مع الرياضه؟ يعني انت النهارده بتكلم بصراحه اصحاب الجامعه الامريكيه اكيد كل يوم في خروج او بالزبط. كل يومين ثلاثه وانت رياضيه وكابتن أيوه. وبتروحي التدريب وبترجعي عايزه تذاكري، يعني في قصه كده عايزه افهمها منك. على طول ما بيبقاش في خروج مع اصحابي، على طول انا في التمرين خلاص. بتقول لهم ايه بصراحه؟ بتقول لهم ايه؟ عن تمرين. عندي تدريب؟ عن تمرين. بيقولوا لك كفايه كده صح؟ مش هنخلص بقى ولا ايه؟ مش هنخلص بتفكسي بره التمرين. لا كتير قالت لي الكلمه دي كتير، بقول لهم ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انا افكس للتمرين خالص. مره في الاسبوع مش هتفرق؟ لا يا جماعه مش هينفع برده. قولي لي بتقابليهم امتى؟ الويكند بقى يعني، او يا اما بعد تمرين بقى يعني نشوف بنحاول نظبطها. ميار ويك اند ولا بقى؟ الكلام ده انا بخرج وارجع على طول برضه جامعه. انت برضه بتوافقي بين الاثنين ازاي؟ ما بوافقش. صعبه صعبه. يعني بس هو بد يعني مثلا وقت الامتحانات بدل المذاكره حقها، وقت الماتشات بدل الماتشات حقها كده. يعني انت شايفه ان انت بتاخدي وقت المذاكره مذاكره ووقت الماتشات ماتشات. طب والخروج ده عادي جدا بالنسبه لك؟ مفيش مشاكل؟ ما عنديش مشكله. طب قولي لي البيت، تاثير البيت جوه الرياضه معاكي؟ لا كبير جدا طبعا. يعني ايه كبير؟ مفيش اساس يعني، انا عايز مش عايز كلام مرسل، عايز كلام فعلي. لا بالعكس ليه. يعني من غير ما كنتش احب اللعبه نفسها، يعني هم على طول في سبورت فظيع، العيله كلها كمان بيلعبوا باسكت هم، بس انا اخترت العب فولي. يعني ما رحتيش باسكت ليه؟ لا 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 حبيتهاش خالص. اشمعنى؟ اشمعنى؟ غشيمه ماشي. فروحتي الطايره؟ رحت الفولي وبقيتي كابتن ميار خليفه. بالظبط. طيب قولي لي يا ميار اللي جاي عندك في المستقبل عايزه ايه؟ عايزه ايه من الطايره؟ حققتي كل حاجه ولا لسه كتير؟ اكيد لسه كتير جدا. لسه كتير جدا. دي البدايه. دي البدايه. بالظبط. يعني دي اول خطوه في بدايه كابتن ميار خليفه. بالظبط. طب قولي لي ايه، مش هقول لك النهايه بس، ايه اللي انت عايزاه؟ ايه اللي بتطمحي بيه في اللعبه؟ طبعا خطوه بخطوه، يعني لازم الاول بوصل فيرست تيم، العب اساسي ان شاء الله لو في فرصه للاحتراف. اكيد اي حد بيلعب فولي بيبقى بيتمنى ان هو يحصل له كده، بس هي خطوه بخطوه والحمد لله دخلت المنتخب وان شاء الله اكمل فيها. ناويه فرصه مش بتسيبيها خلاص؟ سهيله جالك احتراف بره مصر؟ لا لحد دلوقتي لا. لو جالك هطلع طبعا. وجامعه امريكيه؟ ما هطلع تبع الجامعه، ما احنا عندنا في زي حاجه كده انت ممكن تطلع يعني من ضمنها ان انت تطلع بره. يعني ممكن تطلعي بره؟ اه. طب قولي لي انت ممكن تدوري على فرصه احتراف، يعني انت اللي تخلقي فرصه الاحتراف ليكي ولا انا عايز احقق حاجات هنا الاول؟ عايز احقق في بلدك؟ عايز احقق في بلدي الاول وبعدين بقى افكر في الموضوع. طب قولي لي عايزين نحقق في البلد؟ مبدئيا احنا عايزين ناخد حاجه في العالم، يعني دايما يقولوا لنا الفرق اللي بره صعبه، الفرق اللي بره مش عارفه ايه اعلى منكم. لا انا شايفه ان احنا عندنا كل الامكانيات، بس احنا محتاجين يعني حد ينظم لنا بس الموضوع، يعني محتاجين نعمل معسكرات بره، محتاجين نقعد مع بعض اكتر في المنتخب، محتاجين ما نتجمعش قبل مثلا شهرين ثلاثه، بس محتاجين اكتر من كده. محتاجه اكتر من كده بالظبط. ميار قولي لي معسكرات بره دي حاجه مهمه ليكم؟ اكيد. طب كاس العالم اللي جاي عايزه ايه؟ يعني قولي لي ايه اللي نفسك فيه؟ ايه اللي انتوا عايزينه عشان توصلي لكاس العالم وتبقي منتخب مصر مش متواجد في مربع الذهبي او متواجد بقوه جوه الماتشات، يبقى ليه شكل او منظر؟ طالبه ايه؟ هي حاجات بسيطه والله، بس هي محتاجه وقت وتنظيم شويه. احنا بنتجمع دايما قبل البطوله او كده بشهر شهرين بكتير قوي. بس فاحنا محتاجين فتره اطول من كده بكتير، ماتشات كتيره قوي مع ناس بره مع ناس هنا جوه. محتاجين ماتشات كتيره. قولي لي الماتشات الكتيره دي هتجيب اللي احنا عايزينه؟ هجيب. احنا كلنا كويسين، مفيش حد فينا وحش، سواء كان اللي بيلعب سواء كان اللي بره كلنا كويسين. عجبني روحك. بس الندى ما قالتش كده. مش عارفه، بس انا دايما مقتنعه ان احنا ممكن نعمل اي حاجه. صعبه قوي، حسستني ان احنا ايه؟ ما هي صعبه عشان احنا ما بنحتكش بيهم كتير، ده طبيعي. ما احنا برضو افريقيا بالنسبه لنا دي كانت صعبه عشان احنا ما احتكناش قبلها برضو هنا في مصر. انما يعني حتى حضرتك هما كانوا قالوا لك برضو احنا مشينا بالتدريج تقريبا في الماتشات هناك، اول ماتش ما كانش قوي، التاني ماتش شويه، تالت ماتش ابتدينا نعلى بالمستوى. بس انا شايفه ان احنا لو احتكينا بس شويه لا هنبقى كويسين قوي قوي. هنقدر نواكب الفرق العالميه؟ واحده واحده، هي صعبه في الاول طبعا، محتاجه سنين، مش سنه او اتنين. محتاجه سنين. سنين ليه؟ سنين عشان احنا بعيد قوي عنهم. لازم المنافسه تكون قريبه شويه، او الخبرات او الماتشات تكون دايما دائما وابدا رايحه جايه بيننا وبين بعض. لازم. شايفه كده؟ هي ده اللي بتعلي. هي هو ده. ما عندناش مجال تاني. لا اكيد في حاجات يعني فيها احتكاكات داخليه وخارجيه، اصل يعني مش كل فرقه ليها نفس السيستم. يعني السيستم بيتغير من فرقه لفرقه، يعني افريقيا غير العالم خالص خالص. في عشوائيه شويه في افريقيا، في فرقه هنقابلها كده طبعا بره، في فرقه عندها سيستم. كل فرقه لازم تتعامل معاها بشكل. طيب قولي لي الكباتن اللي كانوا موجودين الاربعه
كلهم عندهم اجتماعات اسريه كلهم واسطه كلهم لا خلينا نتكلم يعني نقول هم كباتن طبعا وكلهم عندهم اجتماعات اسريه في الفولي بابا مو قاعدين بيتكلموا في الفولي انت ايه الاجتماع ايه بابا اكيد بيكلمك في الفولي طبعا كولي امر ولا كحد بيعرف يعني كان موجود في الفولي هو اصلا كان هو في مجال الرياضه عامه من زمان هو نفسه يعني لازم يلعب رياضه في حياته واخواتي قبل كانوا بيلعبوا باسكت هو ما كانش بيلعب بس هو بيدخل جوه اللعبه يعني بيبقى عارف اكتر مننا من كتر ما هو بيبقى معانا قولي لي بيقول لك ايه لازم قبل الماتش طبعا في محاضره قبل المحاضره دي هتروح تلاقي محاضره في البيت لا خالص بالعكس يعني هي محاضره ايجابيه جدا يعني كويس بيقول لك ايه مثلا ايه الحاجات اللي انا بعملها غلط الحاجات اللي انا بعملها صح يعني ما بيقولش حاجات سلبيه بس هو بيقول الاثنين المفروض اعمل ايه مع اللي قدامي كذا كده يعني اتعامل ازاي في الملعب والماتش ده بيجهزني نفسيا يعني بيجهزك نفسيا تجهيز النفسي مهم قبل الماتشات جدا طب دلوقتي كانت هديره قالت لي انا بجهز الفرقه نفسيا ايوه انت رايك ايه انا رايي ان احنا لازم نركز قبل الماتش ما يكونش فيه ضحك ما يكونش فيه حاجات زي كده طبعا مش ان احنا يعني نسكت في وش بعض بس ما يكونش فيه ضحك زياده يعني زياده مهم بيخرج عن التركيز اعتقد في ناس ممكن تخرج عن التركيز جوه الكلام ده طب قولي لي بنعمل ده وبعد الماتش بنعمل ايه لا بعد الماتش بنعمل اي حاجه طالما كسبانين بنعمل اي حاجه بجد انما قبل الماتش اعتقد ان احنا اللي فادنا قوي في البطوله دي ان احنا كنا مركزين قبل الماتش طب قولي لي موقف صعب جوه البطوله مع انه كسبين كل الماتشات ما شاء الله يعني لكن ايه الموقف الصعب وبعد كده عملنا ايه قبل السيمي فاينل ممكن شويه كان الدنيا مشتته عند الفرق ان يمكن شويه الناس ما كانتش واثقه فينا ان احنا ممكن نعمل يعني بطوله افريقيا بس احنا تعدينا الموقف ده انت من جواكي كنت حاسه ان السيمي بطوله افريقيا جدا قبل ما تسافري ولا بعد ما سافرتي بصراحه الاثنين من بعد ما شفت كمان الفرق هناك واقوى فرقتين كاميرون وكينيا لا اتاكدت ان احنا ممكن نكسب فعلا احنا احسن انتوا احسن خلاص لكن قبل ما تسافري ودانا ونور يمكن شويه كانت في الدنيا في دروب كنا يعني مش خايفين قد ما حته ان احنا مش عارفين برضو لسه الفرق هناك عامله ازاي وهم اكيد يعني كان برضو مجهزين من قبلها قولي لي الاجتماع بيدور ايه في البيت ما هو خلاص بقيتوا اجتماعات ماما اي فل لا 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 كويس خالص قولي لي بقى ايه ماما بتقول ايه ماما كانت في الحج كمان المره دي كانت بتقعد تكلمني برضه يعني الحج قلت لها في اعتراف كانت بتدعي لنا والله احنا نكسب يعني هي كانت في الحج وبتكلمك برضه بتقول لك في البولي قولي لي كده هي مش في الفولي قوي هي يمكن شويه ما عندهاش خبره في الفولي بس دايما كانت تقول لي اللي شايفاه صح اعمليه يعني ما تحسسيش نفسك انك كل حاجه عليكي ما تحسسيش نفسك انك ان ممكن اي حد من بره يشتتكم في الموضوع ده لا انتوا قدها انتوا تقدروا تكسبوا انتوا ايا إن كان يعني الظروف كانت ايه قولي لي ميار بره الكره الطايره ممكن تعمل ايه ممكن تعمل اي حاجه يعني حاسه ان هي ايه هي ليها مجالات اخرى غير الكره الطايره فنان عجباني اوبرا عجباني اوبرا اوبرا بتغني مش اوبرا بتغني اوبرا؟ لا امال ايه؟ ايه؟ امال ايه؟ بدندن انت اللي بتدندني ولا سهيل ولا سهيل بتدندن؟ انا بدندن هي بتغني انت بتدندني هي بتغني بتدندني على ايه؟ على صوت سهيلة على صوت سهيلة؟ طب خلاص يبقى تشوف صوت سهيلة وندندن انا وانت ماشي يا سهيلة بتغني كويس؟ بيقولوا يعني قبل ما دخلت ان انت كنت حاجه ذا فويس كنت تقريبا كنت هطلع ذا فويس كيدز بس اعتذرت عشان بطوله افريقيا بتاعت مدغشقر بس دي كانت من سنتين بالظبط طب خلينا احنا مش ذا فويس احنا في النادي الاهلي وعايزين نوري الناس موهبه ان برده الكباتن عندنا زي ما هم مواهب جوه ملعب كره الطايره هم برده مواهب خارجيه بتغني مين؟ بغني قديم وبغني جديد الاثنين يعني حابه ايه؟ خلينا في القديم ماشي خلينا في القديم ماشي هتغني مين؟ ام كلثوم توكلنا على الله ماشي عايز اسمع انا اهو ابص المايار تغني انت كمان لا ام كلثوم لا احنا نغني انا وانت اسمعني بس هنشوف سهيل قولي لي يا سهيل اغنيه فات الميعاد فات الميعاد هتبصي للكاميرا ولا هتبصي لي؟ لحضرتك عاوز بصي للكاميرا خلاص ماشي عشان تشوف يلا بينا اوكي اللي وحرية القط في عز الليل الليل وحرية القط
حتى السنين لسه ما همش بعيد، لسه ما همش بعيد، عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان، عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان، وهاتلي قلبي لا داب ولا حاب ولا انجرح ولا شاف حرمان، وهاتلي قلبي لا داب ولا حاب ولا انجرح ولا شاف حرمان. تعتب علي لي انا في ايديا، تعتب علي لي انا في ايديا، انا في ايديا. فات الميعاد، فات الميعاد. انا بقول لك لا ما شاء الله، ربنا يخليك بجد يا سهيله، حاجه رائعه، ربنا يخلي حضرتك، حاجه جميله، اغنيه انا عن نفسي شخصيا بحبها جدا، لكن ما شاء الله لو كانت ام كلثوم سمعتك ما كانتش غنت الاغنيه دي في حالك. لا ما شاء الله عليك يا سهيله بجد، وحاجه جميله ان اللعيب يكون عنده مواهب اخرى، ويا رب يا رب ربنا يكتب لك اللي انت عايزاه في حياتك. ميار كلمات اخيره سريعه لعيله عندك اليوم. لعيله شكرا، شكرا على كل حاجه، شكرا على كل حاجه. جمهور الاهلي دول ورانا على طول، هم دول سبب النجاح. مدربين النادي دول رقم واحد طبعا، برضه رقم واحد برضه. دي يا صايع العيله رقم واحد، العيله العيله رقم واحد، مفيش، هم دول الاساس طبعا طبعا. طيب النادي الاهلي دي ايه؟ اقول له شكرا دايما انت بتدعمنا، سواء كنا في المنتخب او سواء كنا في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هم الاساس زي ما ميار قالت، هم الاساس. ميار وسهيله كنت مبسوط جدا انا معاكم، كنت مبسوط معاكم ومبسوط كلكم اللي انتوا كنتوا معايا النهارده، ست نجمات على طريق المستقبل، او نقول اللي هو قريبا اشوفه في الدرجه الاولى. في ناس بتلعب درجه اولى، بس ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله في كاس العالم، وربنا يوفقكم باذن الله مع النادي الاهلي، وتكونوا كده على الطريق اللي احنا محتاجينه لحصد الماديات مره ثانيه. مستنيكم ان شاء الله بعد كاس العالم، هتبقوا لغايه المكسيك، وبعد كاس العالم في المكسيك باذن الله تحققوا اللي انتوا محتاجينه. شكرا جدا. سيا سهيلة، كنت معانا النهارده مع نجمات كبار هنتابعهم وهنفضل معاهم لغايه ما يوصلوا ان شاء الله لكاس العالم، ونشوف ان شاء الله باذن الله يحصدوا باذن الله مركز متقدم في كاس العالم باذن الله. تابعونا دايما على الاهلي الليله من السبت للخميس من الساعه 7 ل 10. شكرا والى اللقاء.